ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لآيات للمؤمنين آيات لقوم يعقلون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تنزل يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. الله الذي سخر لكم بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم منه لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اذهبوا فأنتم الطلقاء. إجابة سؤال: من دينك؟ ما هو دينك؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ إجابة سؤال: من نبيك؟ الحمد لله، حسبي الله، أعوذ بالله. إجابة سؤال: من ربك؟ الولي الحميد الغني العزيز، لا تجعلنا فتنة، واغفر لنا يا غفار يا غفور، عليك توكلنا يا وكيل، الحمد لله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن الله عليم حكيم. يغنيكم الله من فضله إن شاء. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. الآن حصحص الحق إنه من الصادقين برحمة الغفور الرحيم. ليعلم وما أبرئ نفسي إني لم أخنه إن النفس